السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع. بعد ما كملنا بالمحاضرة السابقة الدي سي أناليسز، التحليلات الرياضية للترانزستور المجالي. تعرفون الغاية منه كان هو إيجاد الكيو بوينت للدائرة، وأخذنا أربع أنواع من هاي الدوائر اللي خاصة بالترانزستور المجالي: جونكشن فيلد إفكت ترانزستور. اليوم راح نكمل وراح ناخذ شلون استفاد من الترانزستور كمكبر. فراح ناخذ موضوع الفيت امبليفيكيشن او كامبليفاير از امبليفاير. قبل ما نبدي بالتفاصيل راح ناخذ بعض المعلومات اللي نحتاجها او بعض المعلومات العامه عن الترانزستور المجالي كمكبر اشاره، كانما هي مقارنه او على شكل معلومات عامه. فنجي اول نقطه، يقول fit provide an excellent voltage gain، اذا هو عنده نسبه تكبير عاليه فهو كمكبر فولتيه طبيعي. راح نفتهم بعدين شلون انه هو excellent voltage gain. هاي اول نقطه، انه عنده نسبه تكبير عاليه من ناحيه كسب الفولتيه. يحتاج الى طبيعي استهلاكه للكونسبشن الباور كونسبشن، استهلاكه للطاقه راح يكون قليل، وعنده فريكوينسي رينج جدا عالي اللي هو جود فريكوينسي رينج، افضل من البي جي تي. زين، وطبعا مثل ما تذكروا وصفناها سابقا انه صغير الحجم خفيف الوزن، يفيدنا من ناحيه الدوائر المعقده اللي بها بوردات كثيره نحتاج الى مساحه. كل ما كان ترانزستور اصغر كل ما كان افضل طبيعي. الدائره المكافئه لهذا الترانزستور الفيت هاف سمبل اي سي كوفلنت سيركت. تذكرون احنا راح نحلل بالاي سي سيركت، راح ناخذ الدائره المكافئه، فهذا ترانزستور بدائره مكافئه بسيطه راح ناخذها المحاضره القادمه. زين، طبعا ليش هذا السبب؟ لكون ممانعة ادخال ما راح تكون عاليه. زين، البي جي تي يعتمد كان على بيتا اللي كنا نسميها رمز التكبير او معامل التكبير الامبليفيكيشن فاكتور. الفيت يعتمد على شيء اسمه جي ام، جي سب ام، جي سب ام. هاي الجي ام هي يسموها الترانس كوندكتانس. شلون كنا نحترم البيتا ونتعامل معها، واهم قيمه هي هنا بالفيت نعتبر هاي القيمه ما يكافئها هي جي ام، واللي يسموها الترانس كوندكتانس راح نجيها بالتفصيل، يسموها ترانس كوندكتانس فاكتور اللي معامل التكبير. عندنا الترانزستور المجالي بانواع ربط مثل ما تعرفون. الكومون سورس هو اكثر شهرة، موست بوبولار وذ انفيرتد امبليفايد سيجنال، راح تكون الاشارة الداخلة عكس طور الاشارة الخارجة. هاي امبور بي فيس شيفت مثل نفس حالة البي جي تي. هذا الكومون سورس اللي هو اشهر شيء قابل للكومون ايميتر نفسه. زين، وعندنا الكومون درين، هذا الربط الثاني. الكومون درين اللي هو يسموه السورس فلاور، نفس الشيء حالة البي جي تي. هذا يجهز لنا يونيتي جين، يعني كسب يساوي لنا واحد، وذ نو انفيرتد سيجنال، ما بيقلب الإشارة لكن كسب الفولتية بي واحد. نفس الحالة بالترانزستور البي جي تي. الكومون جيت ثالث طريقة بالربط، بروفايد جين وذ نو انفرتر، عندنا جين عندنا كسب الفولتية لكن بدون قلب للإشارة. الكومون جيت يقابل الكومون بيس مثل ما تتذكرون، يعني نفس المواصفات والخصائص. أهم خصائص موجودة بالترانزستور المجالي هو أنه نحصل على كسب الفولتية، مناعة الإدخال ومناعة الإخراج، لكن كسب التيار ما راح يكون موجود ليكون عندي مناعة إدخال جدا عالية، أو على فرض أنه التيار الإدخال يساوي أنه صفر. زين، فما راح يكون عندي كسب تيار، فقط كسب فولتية، ممانعة إدخال، ممانعة إخراج. زين، راح نجي نفوت تفاصيل شلون هذا الجي فيت راح يكون كسمول سيجنال موديل، انه راح ندخل له اشارة صغيرة ونشوف مدى تكبيرها باستخدام هذا الترانزستور. فراح نشوف انه الاي سي فولتج راح ندخل اشارة جيبية، راح ندخل اشارة جيبية صغيرة راح نخليها على ادخال مال هذا الترانزستور. طبيعي النقطة وين نقطة الادخال هي ما بين الجيت والسورس، او كنا نسميها الفي جي اس. زين، عن طريق هذا التيرمينال الـ VGS راح ندخل إشارة جي بي، راح نشوف
هي اللي طبعا هاي الإشارة هي راح تحكم لي بتيار الإخراج أو بتيار الإخراج وتيار الآي دي. طبعا طبقا لإيش؟ طبقا لمعادلة شوكلي إنه عندي الفي جي إس هي فولتيت إدخال راح تحكم لي بتيار الإخراج. مثل ما تتذكرون إنه هذا الترانزستور هو من نوع ال فولتج كنترول ديفايس، فولتج كنترول ديفايس. إذا فولتيت إدخال تحكم بتيار الإخراج على اعتبار إنه الآي دي إس إس والفي بي من الثوابت. زين. The change in the drain current will result from a change in gate. مثل ما ذكرنا إنه أي تغيير بتيار الإخراج هو ناتج عن تغيير من فولتية الإدخال. أي تغيير من تيار لتيار الإخراج هو ناتج عن تغيير من فولتية الإدخال. مثل ما تلاحظون هاي العلاقة عندي تغير تيار الآي دي اللي هو تيار الإخراج هو يساوي لنا function اللي هي جي إم اللي هي transconductance مالتنا في تغير فولتية الإدخال. إذا نحن نعتمد على فولتية الإدخال حتى نحسب تيار الإخراج. إذا لو جينا نشوف جي إم هي علاقة تساوي إن تغير تيار الإدخال على تغير الفي جي إس من هاي العلاقة. لو تلاحظون هي عبارة عن تيار على فولتية، إذا وحدتها واحد على أوم أو نسميها تذكرون سيجما. هي واحد على أوم كوحدة. إذا الجي إم هي علاقة منه؟ هي علاقة تغير منه تيار الإخراج على تغير فولتية الإدخال. زين، طبعا هاي مأخوذة منين؟ من شوكلي. زين، نجي تعريف الترانس كوندكتنس. راح نجي ليش سموها ترانس كوندكتنس. ترانس كوندكتنس الترانس تعني هي العلاقة اللي تربط ما بين الإدخال والإخراج. ترانس مثل ترانسفورميشن أو تحويل، إذا هو التحويل ما بين الإدخال والإخراج. فالترانس هي relationship between the output and the input. واضحة؟ زين، نجي على الكوندكتنس. من اسمها الكوندكتنس مع التوصيلية اللي هي الريشيو ذات ديفاين ذا كوندكتنس اوف ريزيستر. انا كانما عندي مقاومه بس ما راح اخذ الممانعه مالتها وانما راح اخذ التوصيليه مالتها اللي هي واحد على اوم عكس المقاومه عكس الممانعه. زين، فهذا اسم ترانس كوندكتنس لكون هي عكس المقاومه ولهذا سموه كوندكتنس. شلون نحسب هذه؟ مباراه عندي هاي قانون عام تغير التيار على تغير، احنا ما اقدر نستخدمه، نحتاج طرق اخرى حتى نحسب الجي ام او الترانس كوندكتنس. اكو طريقتين. طبيعي الطريقه الاولى يسموها جرافيكالي انه الجي ام هي السلوب اوف ذا ترانسفير كاركترستيك. تتذكرون الترانسفير كاركترستيك هي هذه العلاقه بين تيار الاخراج وفولتي الادخال. زين، اذا هي السلوب او الميل اوف ذا ترانسفير كاركترستيك عند نقطه الشغل، عند نقطة العمل، عند الـ Q point يعني. فمثلا عندي هاي الترانسفير كاركترستيك، هاي نقطة العمل عندي، فراح نجي نشوف تغير التيار مع تغير الفولتية راح يطلع لي منه، راح يطلع لي الـ GM اللي هي الميل اللي هي تغير الـ Y axis على تغير الـ X axis أو بمعنى تغير الـ ID على تغير الـ VGS. نقدر نحسبها صوريا بس اكو بروبلم بهاي الشيء، اكو مشكلة انه هاي الطريقة تحتاج الى رسم جدا عالي الدقة حتى نحسب القيمة، وكذلك نحتاج رسم كلش كبير حتى نطلع قيم دقيقة، وهي طبيعي مشكلة بالنسبة لنا. راح نختار الطريقة الرياضية حتى نحسب جي ام. راح نستخدم كالطريقة نفس اللي استخدمناها لحساب المقاومة بالدايود اللي هي شغلة بسيطة باستخدام الديريفيشن. تعرفون باستخدام المشتقة، يعني الديريفيشن مشتقة لفانكشن معينة عند نقطة معينة هي equal للسلوب، هي تساوي لنا الميل للمماس عند ذلك النقطة. نعيد الآية الفقرة. مشتقة معادلة معينة أو فانكشن معينة عند نقطة العمل أو عند نقطة معينة تساوي إن تساوي إن ميل المماس عند ذلك النقطة. هاي قاعدة رياضية. زين، فاحنا راح ناخذ نفس الطريقة، راح ناخذ الديريفيشن مشتقة لمن للتيار بالنسبة لمن بالنسبة للفي جي اس. راح أتوقف هنا وأبدي بالفيديو الثاني. نشكركم.